طيب دكتور، في البداية في ناس بتعتقد انه فكرة ان الحر يؤثر عضويا على البني ادم دي بتبقى يعني مش طول الوقت او مش شرط انه يحصل، فعايز اعرف من حضرتك درجات الحرارة المرتفعة ازاي بتؤثر على جسم الانسان؟ الانسان ربنا عمل فيه جهاز لتنظيم درجة حرارة الجسم، بحيث ان درجة حرارة الجسم بتبقى 37 ثابتة، وسواء في الاجواء الحارة ما تعلاش عن 37 او في الاجواء البارده ما تقلش عن كده. النظام اللي الجسم عامله بيتحكم في درجه الحراره عن طريق حاجتين. الحاجه الاولى انه الجسم فيه الجلد، والجلد ده فيه اوعيه دمويه بيمشي فيها الدم. فلو درجه الحراره مثلا عاليه في الخارج، فالاوعيه الدمويه دي توسع بحيث انه يحدث تبادل ما بين حرارة الجسم والجو الخارجي، بحيث انه يخفض درجة حرارة الجسم عن طريق الأوعية. وعشان كده نلاقي في الحر ان الواحد يبقى لونه أحمر محمر. الطريقة التانية انه في غدد عرقية، الغدد العرقية دي تفرز العرق بكميات كبيرة، واحنا برضو بنلاحظها انه في الجو الحر الواحد بيعرق. صحيح. دي بتعمل بتخفض الحرارة ازاي؟ من خلال ان العرق ده بيتبخر فيقلل درجة حرارة الجسم، بحيث ان درجة حرارة الجسم تفضل 37. تأثير بقى الجو الحر اللي احنا فيه دوت بيعمل لنا حاجتين مهمين جدا، واحدة منها اللي هي الاحتباس الحراري او الاجهاد الحراري، والاتنين كلمتين لحاجة واحدة، او ضربة الشمس. الاحتباس الحراري ده مش لازم ان الواحد يبقى موجود في حتة فيها شمس، يعني ممكن الواحد في الظل في مكان غير جيد التهوية، ربة البيت مثلا وهي في المطبخ وما فيش تهوية كويسة، ومولعة بقى البوتاجاز والفرن والحاجات درجة الحرارة عالية، ممكن يجي لها اجهاد حراري. امبارح في ماتش الاهلي لقينا في وسط ما هم بيلعبوا فجأة لاعب وقع، جاله إعياء وإغمى، رشوا عليه شوية مية وشربوه مية، فاق وابتدى يكمل الماتش. ده جاله إعياء حراري أو احتباس حراري، الإجهاد الحراري. الحاجة التانية بقى اللي هي ضربة الشمس. ضربة الشمس إن الواحد لو اتعرض لإنه مشي في تحت الشمس المباشرة، ده بيؤدي إلى أنه درجة حرارته تعلى وتعدي الـ40. دي ضربة الشمس، وضربة الشمس خطيرة جدا. وأنا مش عايز أقول معلومة صادمة، أن 10% من اللي بيجيله ضربة شمس تؤدي إلى الوفاة. دي نسبة عالية قوي. نسبة عالية جدا. وعشان كده احنا لازم نبقى عارفين الأعراض بتاعت الإجهاد الحراري أو الاحتباس الحراري، بحيث إن احنا ما نوصلش للدرجة اللي هي الأخيرة اللي هي ضربة الشمس. إزاي الواحد بيحس بالإجهاد الحراري؟ يحس إن عنده صداع، يحس إنه دايخ، يحس إنه شفايفه وريقه ناشف، بيحس ضربات قلب سريعة، يحس بالإعياء، وفي بعض الأحيان زي ما قلنا زي اللعيب امبارح انه يفقد الوعي. انما بيكون لسه درجه الحراره ما وصلتش للـ40. طيب في الاحياء يعني نعمل ايه عشان نتجنب انه يجي لنا ضربه شمس، اعياء حراري؟ ان احنا اولا نتجنب ان احنا نمشي في الشمس. لو احنا عايزين نمشي في الشمس او نعمل نمره واحد وحاجه مهمه جدا، كبار السن اللي فوق 65، الأطفال تحت 4 سنين، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، وزي ما حضرتك قلت في المقدمة اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، اللي عندهم أمراض في الكلى، اللي عندهم أمراض في الكبد وخلافه، واللي عندهم جلطات، واللي عاملين عمليات في القلب، دول لازم يتجنبوا أنهم يطلعوا في الشمس خالص. يقعدوا في البيت، ولما يقعدوا في البيت برضو لابد انه يعملوا احتياطات، انه نحط ستاير على الشبابيك، والستاير دي تبقى غامقه عشان ما تدخلش درجه الحراره، البلاك اوت او بلاك اوت،
وفي نفس الوقت ما نفتحش الشباك، لان لو فتحنا الشباك هيدخل الهواء السخن داخل الشقق، وعاده الشقق بتبقى درجه الحراره فيها اقل من الخارج، يبقى في تهويه. طبعا لو في تكييف ده احسن جو ممكن يبقى الواحد قاعد فيه، مراوح يشرب ميه باستمرار بحيث ان هو يقلل تاثير ارتفاع درجه الحراره. طيب احنا اضطرينا ان احنا نخرج نخرج قبل الساعه 10 الصبح او بعد الساعه 4، اضطرينا ان احنا بقى نخرج في الفتره اللي ما بين ديت، نتجنب ان احنا نمشي في الشمس، نمشي في الظل. اللبس بتاعنا مهم جدا، لازم نلبس حاجات فاتحه، اقمشه قطنيه تبقى فضفاضه وما تبقاش ضيقه، ويا اما نستخدم شمسيه يا قبعه كبيره بحيث انها تقلل تعرضنا للشمس، نلبس نظاره للشمس تكون ضد الاشعه البنفسجيه، لانها في ارتفاع درجه الحراره العالي ده والشمس العاليه مش بس بتأثر على الجسم، بتأثر على العين، ممكن بتأثر على القرنية، ممكن بتأثر على عدسة العين، وتعمل حاجة اسمها عمى ثلجي. هي الكلمة طبعا مش ماشية مع ارتفاع درجة الحرارة، انما هو دوت التعبير العلمي بتاعها. طب دكتور شريف معلش خليني اقف هنا واسأل حضرتك سؤال تحديدا، هل الاحتباس الحراري هو درجة من درجات الوصول لضربه الشمس بالظبط، ولا في فارق بينهم؟ لان حضرتك لما بتشبه او الاجهاد الحراري، لان حضرتك بتشبه الاثنين او بتوصف الاثنين، قلت ان ممكن سيده المنزل تتعرض لاجهاد حراري علشان واقفه قدام فرن، تمام، ولا لابد من شمس مباشره تؤدي لاجهاد حراري ثم لا قدر الله ضربه شمس؟ الاجهاد الحراري او الاحتباس الحراري ده ملوش علاقه بالشمس خالص، نتيجه لارتفاع درجه الحراره في الوسط اللي احنا في الغلاف الجوي اللي احنا فيه اللي حوالينا. انما ضربه الشمس ده لازم نتعرض للشمس، وضربه الشمس هي الدرجه الاعلى من الاجهاد الحراري. طيب دكتور، حضرتك ذكرت ازاي ممكن نتجنب الاصابه بالاجهاد الحراري، بس لو حصل وحد تم اصابته بالاجهاد الحراري يتعامل ازاي؟ اولا نمره واحد ان احنا ننقله من المكان اللي هو موجود فيه. يعني لو المكان ده ضيق وفيه درجه الحراره عاليه ناخده لمكان درجه حرارته اقل. لو في تكييف زي ما قلنا يبقى في تكييف، نشغل مراوح، نديله سوائل يشرب ميه عشان دي بتساعد انه درجه حراره الجسم تقل. و لو نقدر ان احنا نخليه يستحمى يقعد تحت الدش فده بيبقى كويس جدا. وانا عايز اقول معلومه برضو مهمه جدا، انه الناس بتقول لما درجه الحراره تعلى ان احنا نعمل كمادات ميه ساعة متلجه. ده بقى ده اللي كنت هقوله حضرتك. في ناس تقول حطوا التلج، تحديدا حطوا التلج على الاطراف. تمام، احنا نتكلم ازاي نخفض واحد درجة حرارته عليت. احنا قلنا ضربة الشمس ممكن توصل ل 40 درجة مئوية. اهم حاجة ان احنا نقلل درجة حرارة الجسم، يعني كل هدف العلاج بتاعنا ان درجة حرارة الجسم تقل. عايز اقول تشبيه برضو بسيط، لو احنا جبنا بيضة نية احنا شايفينها بتبقى عاملة ازاي، لو البيضة دي رفعنا درجة حرارتها سلقناها او قليناها، شوف البيضة دي بقى بتتحول لايه. جسم الانسان وخاصة المخ لما درجة الحرارة بترتفع بتأثر عليه وتعمل فيه تلف زي البيضة كده بالظبط، لما زي تجلط الدم او حاجة شبيهة بذلك. بتبوظ خلايا المخ خالص، تأثر على خلايا المخ تعمل فيها تلف، بتأثر على القلب وتعمل هبوط في القلب، بتأثر على الكلى تعمل تلف في الكلى، تعمل تلف في الكبد، بيستوي كأن احنا مسكنا البني آدم ده وسويناه. فأول خطوة هو خفض درجة حرارة الجسم، زي ما قلنا بنشيله من المكان اللي هو فيه نحطه في حتة درجة خفضها بشكل مفاجئ بتلج أو بمية متلجة كده يا دكتور، ده سليم؟
ان احنا برضو من الحاجات المهمة، او يعني معظم حتى مستشفيات الحميات ياخدوا العيان ويروح حاطينه تحت الدش. مجرد انك تحطيه تحت الدش او تحطيه بانيو مية باردة او باردة، وزي ما قلنا مش متلجة. ليه ما بنحطش حاجات متلجة؟ لانه لو احنا حطينا تلج، احنا قلنا بنعتمد الجسم بيفقد الحرارة عن طريق الجلد والاوعية الدموية الموجودة. التلج والدرجة الحرارة الواطية بتعمل انكماش في الأوعية الدموية دي، فما بيبقاش فيه تبادل ما بين الدم وما بين يعني ده غلط، ده تصرف ده غلط. التلج غلط. نستخدم كمادات مية باردة. طبعا هو المفروض في الوقت العادي نستخدم من الحنفية، دلوقتي احنا بنفتح الحنفية بتنزل المية بتغلي. ونحط على نبلل قطع من القماش ونحطها في أماكن معينة. احنا الاعتقاد كله ان احنا نحط على الجبهة هو ده اللي بيوطي الدرجة، لا، بنحط على الأماكن اللي فيها الأوعية الدموية والشرايين ماشية، الرقبة في الناحيتين تحت الباط وما بين الفخذ من تحت، هي دي الأماكن اللي فيها الشرايين الكبيرة ماشية. زي ما قلنا احنا دم ماشي بنبرده فتقل درجة حرارة الجسم. برضو في معلومة تانية ان الناس بيتهيألها ان واحد عنده درجة حرارة عالية 40 وبندي خافضات للحرارة أدوية أسبرين باراسيتامول تقوم توطي درجة الحرارة. الأدوية المخفضة للحرارة ما بتشتغلش غير لما درجة حرارة الجسم تقل عن 38.5. فنمرة واحد هي الكمادات بالمية الباردة لحد لما درجة الحرارة تنزل لأقل من 38.5، فخافضات الحرارة بقى تبتدي تشتغل وترجعها للوضع الطبيعي. طيب دكتور، في الحقيقة يعني احنا مستفيدين جدا من حديث حضرتك وعاوزين ناخد أكبر كم ممكن من المعلومات. حضرتك تحدثت عن المرضى اللي عندهم ضغط أو مرضى القلب، هما الأكثر عرضة للمعاناة في ارتفاع درجات الحرارة. عاوزين نعرف سبب ده ايه، وازاي يقدروا اللي هما في حالة حدوث ارتفاع ضغط دم لا قدر الله، ضربات قلب زيادة عن الحد الطبيعي، ازاي يقدروا برضو اللي هما يتعافوا سريعا، او يقدروا اللي هما يبقوا عاملين ألارم من نفسهم اللي هما كده دخلوا في معدل الخطر، فيعملوا ايه؟ التعرض لضربة الشمس بتأثر على مرضى ضغط الدم او ارتفاع. طبعا هم في نوعين من ضغط الدم، في ضغط الدم المنخفض وفي ضغط الدم المرتفع. طبعا المرضى اللي عندهم انخفاض في ضغط الدم دول يعني لابد انهم يقعدوا في البيت وما يخرجوش غير للضروره القصوى، لانها الارتفاع في درجه الحراره بيؤدي لانخفاض شديد في ضغط الدم ويسبب لهم مشاكل كتيره واعياء واغماء يشتغلوا فغصبا عنهم هينزلوا. زي ما قلنا يقدروا اللي هم يتجنبوا ده، ياخدوا الاحتياطات اللي احنا قلناها، يشربوا ميه بكميات كبيره طول ما هو ماشي معاه ازازه ميه يشرب منها، خصوصا لما يعرق. الواحد لازم يشرب في الجو ده حوالي 8 كوبايات ميه، لو عرق زيادة يشرب مية أزيد، ياخدوا الحاجات اللي هي بتعلي الضغط شوية، حاجات فيها ملح زيادة، ياخدوا يشربوا قهوة، يشربوا سوائل، يشربوا عصاير، كل دي بتساعد انه الضغط يعلى. لو حصل انهم حصل لهم الإعياء ده يستلقوا، يرفعوا رجليهم شوية بحيث انه يعلوا الضغط. وزي ما قلت الوقاية خير من العلاج، يقعدوا وما يخرجوش غير للضرورة القصوى. اللي عندهم بقى ارتفاع في ضغط الدم في الناحية التانية، ضربة الشمس او الاجهاد الحراري بيسبب حاجتين. المرحلة الاولى ضغط الدم بيعلى، ودي طبعا لو واحد عنده ضغط عالي ومش مسيطر عليه طبعا بتعمل مشاكل كبيرة. واحنا صحيح. عارفين المقولة المشهورة انه الضغط الدم العالي ده القاتل الصامت، مضاعفاته قد تؤدي الى الوفاة. المرحلة التانية بقى زي ما قلنا ان الاوعية الدموية بتاعت الجسم بتوسع خصوصا اللي تحت الجلد، فدي بتؤدي الى انخفاض ضغط الدم، ومع العرق الغزير اللي بيحصل مع ارتفاع الحرارة بتفقد السوائل من الجسم،
فدي برضو بتؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. يبقى في البداية بيبقى في ارتفاع في ضغط الدم، في الآخر المرحلة الأخيرة ضغط الدم بينخفض. المشكلة كمان أنه مع فقد السوائل من الجسم أن لزوجة الدم بتزيد، فبيبقى في فرصة أنه يحدث جلطات داخل الجسم، سواء بقى جلطة في القلب، جلطة في المخ، جلطة في الأوردة. وعشان كده احنا تملي نقول نشرب سوائل كتير عشان نعوض الفاقد وتفضل لزوجة الدم في الوضع الطبيعي. وده مهم للعيانين اللي عاملين عمليات في القلب ومغيرين صمامات وبياخدوا أدوية لسيولة الدم. لو سيولة الدم لزوجة الدم زادت ده يحصل جلطات. العيانين اللي عندهم أصلا جلطات في القلب برضو عندهم استعداد أكتر لتكون الجلطات. الجلطات ممكن تتكون في الشرايين الطرفية، ممكن تتكون في المخ. فعملية خطيرة. صحيح. يعني لازم صحيح. المرضى دول عضو في البيت، يعني هو واضح كله على قد ما يقدر يحاول يتجنب الشمس بشكل عام، يعني او يقعد في جو بارد. يعني صحيح. خلاص قاعد في تكييف في العربيه، ماشي في التكييف في البيت في التكييف، اللي ما عندوش تكييف المروحه، والمروحه برضو بتعمل تاثير كويس جدا طبعا. طيب دكتور، في يمكن بعض الحالات حصلت على مدار الايام اللي فاتت، في ناس بتقول مثلا احنا كنا قاعدين كويسين جدا مفيش اي حاجه، فجاه درجه الحراره عليت جدا، جالهم درجة حرارة عالية جدا، ومع المخفضات أو حتى مع الطرق اللي احنا كنا بنتكلم عليها انه كمادات و درجة الحرارة نزلت، هل ده يعتبر اجهاد حراري؟ ارتفاع درجة حرارة الجسم ليها أسباب كتير، منها طبعا ان الجو المحيط حوالينا تبقى درجة الحرارة عالية زي ما احنا موجودين، أو أمراض، ان الواحد بيجيله أمراض، ويمكن دي تخلينا نتكلم على هل ارتفاع درجة الحرارة ده نتيجة لضربة الشمس ولا نتيجة لمرض زي مرض تنفسي زي الفترة اللي احنا كنا لا هم يعني انه فجأة مفيش كورونا. مرض قبلها يعني مفيش، ممكن واحد بيجيله كورونا تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة. طب نعرف ده نتيجة التهاب مثلا في الجسم ولا نتيجة لضربة الشمس. طبعا اللي عنده كورونا ما مشيش في الشمس، اللي عنده كورونا درجة الحرارة بتبقى أعلى من أقل من الأربعين، ضربة الشمس يعني بتبقى أعرف أعلى. أعرف في البداية الأعراض اللي أدت لظهور هذه المرض، عنده أعراض بقى، بيكح، عنده ضيق في التنفس، بيطلع إفرازات، فدي بتخلينا نفرق ما هو ده درجة حرارته عالية دلوقتي، هو ده عنده التهاب ولا لأ، لأنه الجسم برضه ربنا سبحانه وتعالى عامل فيه خطوط دفاع. من ضمن خطوط الدفاع انه لو الواحد حصل له التهابات انه درجة حرارة الجسم تعلى علشان تقتل الفيروس او الميكروب اللي مسبب للمرض. صحيح. فدي برضو من ضمن الوقاية اللي موجودة في الجسم عشان تحارب الميكروب او الفيروس اللي داخل على الجسم. وأولا وأخيرا نقول الوقاية خير من العلاج، فبالتالي لابد أن احنا يعني نقي أنفسنا من الأسباب اللي قد تؤدي إلى مضاعفات يعني لا قدر الله في المستقبل. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور شريف عبد الهادي عميد معهد القلب الأسبق، شكرا لوجودك يا فندم معنا في صباح. أنا عايز قبل ما نخلص نقول ناكل إيه ونشرب إيه. احنا قلنا نشرب سوائل كتير، ناكل في فاكهه ممكن تتاكل بالظبط، الفاكهه المهمه جدا البطيخ والشمام والكنتلوب، الخضروات المهمه الخيار والكابوتشي والخس، كل دي حاجات اللي فيها نسبه ميه كتير اللي بتساعد على تخفيض درجه الحراره وتمد الجسم بالحاجات اللي بتنقص، لان مش بينقص بس الميه من الجسم او السوائل، حاجات زي الصوديوم والبوتاسيوم ودي بيبقى لها تاثير جامد وتعمل كرامبات جامده في الجسم. فتناول العصائر والخضروات الطازة دي بتساعد جدا ان احنا نقلل من تأثير ارتفاع درجة الحرارة. نشكر حضرتك جزيل الشكر يا دكتور، نورتنا في صباح الخير يا مصر، نشكرك على كل هذه المعلومات. اهلا بيكي، سعدت بوجودي معاكم. شكرا. احنا بنشرف لينا يا فندم، بنعتز دايما بوجودك معنا. شكرا دكتور شريف.